بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نساء أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أسرع طريقة لعمل التهشير للحوائط في مسقط أفقي في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي مسقط أفقي زي ما احنا شايفين كده، وعندي الحوائط عايزة أعمل لها تهشير. أعمل الكلام ده إزاي؟ أول حاجة هقول له كويك سيلكت، تمام. هنا بيظهر لي الإعدادات بتاعتها، هاجي أقول له لير، اختار اللير، وبعدين في الفاليو هنا باجي اختار الوول اللي هي الحوائط، وبعدين اقول له اوكي. يبقى انا بختار اللير، هو اختار لي لير الحوائط وحددها بالشكل ده. طيب انا هاجي ادوس بيمين الماوس واقول له ايزوليت، وبعدين اختار ايزوليت اوبجكتس، تمام. احتفظ لي بلير الحوائط وشال كل اللايرز التانية اللي موجوده. بعد كده هاجي اقول له هاتش اتش من الكيبورد، وبعدين هقول له سيلكت، هختار الحوائط كلها بالشكل ده كده. اهو عملت عليها سيلكت، ظهر لي اهو التهشير، ظهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزه اكبر او اصغر فيه، باجي عندي هنا اهو ده الحجم بتاع التهشير، ممكن ان انا اصغره عن كده لو انا عايزه اصغره. مثلا هقول له 0.01 بالشكل ده، تمام. ممكن انا اعمله سوليد، هاجي عند الباترن هنا واخليه سوليد لو انا عايزه اعمله سوليد. طيب انا عايزه ارجع اللايرز اللي كانت موجوده، هاجي اخرج من الامر بتاع الهاتش، خلاص انا عملت التهشير، وبعدين هدوس بيمين الماوس، وبعدين اقول له ايزوليت، وبعدين اند اوبجكت ايزوليشن، رجع لي اللايرز اللي كانت مختفيه. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.